الله أكبر على كل من تعالى وتجبر من البشر. الله أكبر ما أقدم هلال شوال بعيدا وأدبر. الله أكبر ما صام الصائمون في رمضان واستلموا جوائزهم يوم الفطر. عباد الله، بالأمس القريب غادرنا شهر رمضان المبارك، شهر الخير واليمن والبركة، شهر القرآن، شهر المغفرة، شهر العتق من النار، شهر العبادة والصوم والزكاة وصدقة الفطر، شهر تجليات الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين، شهر الصائمين القائمين العابدين الذين أطمأوا نهارهم بالصيام وقاموا ليلهم بالذكر والعبادة. اليوم هو أول يوم من أيام عيد الفطر، يوم الجائزة، حيث تقف الملائكة تترقب الصائمين في رمضان في أول يوم من أيام فطرهم ليسلموهم جوائزهم من الله سبحانه وتعالى. وما هي هذه الجوائز؟ هي عتق رقابهم من النار، وهي غفران لذنوبهم وعتق لرقابهم من النار. هنيئا لنا وهنيئا لهم هذا الثواب العظيم، شهرا كاملا من الطاعة والتقوى جزاؤها مغفرة ورحمة. جعلني الله وإياكم منهم، من الذين تصافحهم الملائكة في الطرقات، من الذين نظر إليهم سبحانه وتعالى في رمضان فغفر لهم أول أيام العيد وتقبل منهم الصيام. أتحدث اليوم يا إخوتي عن أهم معاني العيد وأوضحها من صلة الرحم والتكبير وزيارة القبور وبر الوالدين وإدخال الفرحة إلى نفس الأهل والأولاد وزيادة الطاعات والتقوى. العيد فرصة كبيرة، كما هو فرحة كبيرة ومناسبة عظيمة لتقوية أواصر القربى بيننا وبين أقاربنا وأرحامنا. فلقد شرع العيد، سواء هذا العيد الذي هو أول شوال وهو عيدنا عيد الفطر السعيد، أو عيد الأضحى وهو اليوم الذي هو العاشر من ذي الحجة، وسمي عيدا هذا وذاك لأن المؤمنين عادوا فيهما من طاعة الله سبحانه وتعالى. ففي هذا العيد يعودون من طاعتهم لربهم سبحانه وتعالى من صيام رمضان، وفي عيد الأضحى يعودون من الحج إلى طاعة أخرى أيضا. فلكثرة عوائد الله سبحانه وتعالى أيضا بالإحسان والرحمة والمغفرة في هذه الأيام فسمي العيد عيدا، وزين هذا العيد بالتكبير فهو واجب على كل مسلم. والتكبير بالصيغة الواردة في الأذكار من الأذكار التي تزين العيد وينفرد بها بين كل أيام السنة، وهي أي صيغة التكبير: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ثلاث مرات، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وتقال في هذا اليوم، ويستحب أن يستكثر منها المؤمن في كل وقت ودبر كل صلاة فريضة كانت أم سنة. ونبدأ من فجر هذا اليوم حتى زوال الشمس في نفس هذا اليوم. العيد إخوتي ذكر لله سبحانه وتعالى وطاعة له باتباع أوامره
باتباع أوامره واجتناب نواهيه، وليس كما يتخذه البعض لهوا وتسلية يقضيها بين لهو محرم والمحرمات التي لا يرضى عنها الله سبحانه وتعالى. أيضا ليس في وقت العيد متسع أن نجتمع على مجالس أيضا لا ترضي الله عز وجل، نتداول فيها أوراق نردا أو نلعب بها نردا أو نغتاب أو نميمة أو غير ذلك، لا، ولكن الوقت وقت طاعة وعبادة أيضا. يا إخوتي، العيد وفضله الكبير لم يشرع للتسلية واللهو المحرم، ولكنه كان وما زال لزيادة الطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قيل: ليس العيد لمن لبس الجديد، ولكن العيد لمن طاعته تزيد. فلبس الجديد من الملابس والثياب وأكل أطايب الطعام والتسلية واللهو، هذا مطلوب للأولاد وللصغار، أما نحن المسلم الحق نظره أبعد من هذه القشور التي تجذب الكثيرين. طبعاً حسن المظهر وحسن اللباس هو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لكي لا يفهم البعض غير ذلك. حكي أن عمراً رأى ولداً له يوم عيد وعليه قميص خلق، فبكى الولد فبكى أي سيدنا عمر، فقال الولد: ما يبكيك؟ فقال: يا بني، أخشى أن ينكسر قلبك في يوم العيد إذا رآك الصبيان في هذا القميص الخلق. فقال: إنما ينكسر قلب من أعدمه الله رضاه أو عق أمه أو أباه، وإني لأرجو أن يكون الله راضيا عني برضاه. فبكى سيدنا عمر وضمه إليه ودعا له ورضي الله عنهما. هذا الولد بالرغم من أنه كان صغيرا في السن، لكنه أدرك معنى العيد الحقيقي، وهو رضا الله سبحانه وتعالى في البداية، ومن ثم رضا الوالدين الأب والأم. أما من حرم رضا الله سبحانه وتعالى أو عق أحد والديه فهو من ينكسر قلبه، وهو من يحرم أجر وثواب العيد. فالعيد موسم للأجر والثواب. فعن وهب بن المنبه رضي الله عنه أن إبليس يرم في كل عيد فتجتمع إليه الأبالسة فيقولون: يا سيدنا مما غضبك؟ فيقول: إن الله تعالى قد غفر لأمة سيدنا محمد، أو إن الله تعالى قد غفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، فعليكم أن تشغلوهم باللذات والشهوات. هذا تماما ما يحصل مع من أغواه الشيطان في العيد. وكلنا نعرف أن مردة الشياطين صغارهم وكبارهم قد حلت قيودها في هذا اليوم، لأن الله عز وجل قد أفرج عنها بعد أن حبسها في رمضان. من أغواه الشيطان في العيد لأنه فرحة وسرور وحضور، فيقربه من المعاصي والملذات، ولا ينسى أن يذكره أن باب التوبة مفتوح، ونستغل هذه الأيام باللهو. وهكذا يدخل الشيطان من ابن آدم ويجري به مجرى الدم في العروق. أما المؤمن الحق والذي نرجو أن نكون كلنا هذا الرجل، فهو من شغلته طاعة الله سبحانه وتعالى وشغله ذكره عما سواهما. قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده يوم العيد 300 مرة وأهداها
أموات المسلمين دخل في كل قبر ألف نور، ويجعل الله تعالى في قبره إذا مات ألف نور. ولنعلم أيضا أن من أهم سنن العيد وواجباتها زيارة الأصدقاء والأقارب والأرحام، ومن سنن العيد